السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا من العفاش، دخلوا في خانة الدوث مع الأحول، باقي معنا الحوثي والسلفيين. أمامهم مصدوم، الحوثي ماسك صنعاء والأحول داخل صنعاء، قتله وخونه وكفارة بالله وزناه والواط والعياذ بالله. أمامهم مسبوق، هم السلفيين، والسلفيين أهل دين، أنا ما كفرهم. أمامهم مسبوق، والأحوال كامل دي في أراضي الجنوب داخل السجون، ولا عاد يخلون النسوان في البيوت حتى تشوفوا حجم التآمر على دين الإسلام وعلى الوطن. ومن قبل كم فهم واحدة بعد واحدة، ما لم دخلتوا يا السلفيين في خانة الدوث، والديوث تحرم عليه ريح الجنة ومكروه عند الناس، ديوث راضي بالدياثة. وبعده عفاش خلاص انتهى، هو حزب الدعارة والمخانيث والزنا انتهى، ولا يمكن يقبلها الشعب اليمني حتى لو في قيادات في المؤتمر ما يبقى يقبلوا الكلام هذا. ان عاد يرتفع شعار هذا الحزب الذي ادخل الدياثة في اليمن ويحمي الزنا والقتلة يهتكوا اعراض الناس، لا يمكن، لا في جنوب ولا في شمال ولا في شرق، ولا انتهى المؤتمر خلاص. باقي الحوثي والسلفيين مع مسبوق، ما لم دخلوا في خانة الدوث والعياذ بالله. والله فوق بيحكم، انا الحالي لكن معي الله، لا يمكن امشي في طريق الباطل ابدا 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 مهما حد قال لكم، لا يمكن. وبعدين نشوف حكام العرب، هل يقبلوا بلدانهم تحكم بالزنا واللاط والدياثة ويحكموا مسلمين؟ هل يوافقوا على بن سعود انه يحكم مكة والمدينة بالزنا واللاط، ملك غير شرعي ويحمي الزنا ومخانيث عنده داخل نجران متآمرين، وما نحهم جنسيات باسم مصعب بن عمير هو يا بن زايد داخل الإمارات؟ نشوف ايش يقولوا المسلمين حكام العرب. اول شيء لعنة الله على من ستر، ملعون في الدنيا والآخرة، من يستر على هذا القبح فهو ملعون. وديوث، والديوث يحرم عليه ريح الجنة. فكروا بعقولكم يا حكام، فكروا بعقولكم يا شعوب العرب، يا من تدعوا الإسلام، يا أهل المنابر، يا علماء، من تخاف؟ من بشر؟ لا تخاف إلا من الله، ما يقطع الرأس الذي رقبه. لو أجتمع العالم كله على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء كتبه لك الله، مت عزيز ولا تعيش ذليل. من يقول أستر فهو ديوث، عالم أو حاكم أو مواطن، ديوث ديوث. أنا لي رب أكبر من أكبر قوى العالم، أكبر منه، وأنا منتصر بالله. تحياتي لكم.